infused water بتشتغل على ترطيب بشرتك. نصايح للعودة لروتين صحي بعد رمضان. محاربة الجوع بوقت السحور. أشاير إنه جسمك بحاجة لماء. تالت إشارة وهي تشنج بالعضل out of nowhere. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة بفيديو اليوم مثل ما تعودتوا حيال دردشة ونصايح فتابعوني. حلتنا لليوم infused water بتشتغل على ترطيب بشرتك. اليوم هي عن حيل ونصايح للعودة لروتين صحي بعد رمضان. أكيد بهالشهر الفضيل تغير علينا كتير قصص مثل ساعات النوم، ساعات الأكل، يمكن وقفنا ممارسة الرياضة، فنحن كيف لازم نرجع لهالروتين الصحي بس بطريقة سليمة؟ عادة جسمنا بده تقريباً 10 أيام ليرجع يتأقلم ونقدر نمرنه على روتيننا القديم. أول نقطة يا بنات، كتار من الأشخاص يمكن وقفوا ممارسة الرياضة وحبوا هلأ إنه يرجعوا بعد رمضان. أكيد لازم نرجع بطريقة صحية وسليمة، يعني step by step، خطوة بخطوة، ما فيها نرجع دغري كيف كنا نمارس الرياضة من قبل. هيدا أول نقطة. تاني نقطة بهالفكرة وهي نحنا جسمنا بحاجة للترطيب، وممنوع أبداً نرجع لممارسة الرياضة بلا ما يكون جسمنا مرطب، فمن الضروري شرب المياه بانتظام وتقريباً من 2 ل 3 لتر يومياً. للي عم يسأل ليه المياه هالقد مهمة لممارسة الرياضة، لأنه أولاً إذا ما شربنا مي رح نحس بدوخة، وممكن هالشي يؤدي لمسل إنجريز. منوصل للنقطة الثانية واللي هي لنرجع لساعات النوم الطبيعية اللي هن من 7 لـ 8 ساعات. أكيد بفترة رمضان تخربطوا ساعات النوم، فمن المهم إنه كمان نرجع لهم. طريقة كتير سهلة، إذا كنت بشهر رمضان عم بتنامي تقريبا على الساعة 2، كل يوم نقص ساعة، يعني بلشي نام الساعة 1، رجعي ساعة الساعة 12، رجعي ساعة الساعة 11 لترجعي لروتين ساعات نومك الطبيعي، وهالشي كتير مفيد ولازم ترجعي ترجليه لبشرتك وللميتابوليزم تبعك. ولتقدري تطبقي هالشي نصيحة، ما تاكلي قبل النوم دغري، بل كلي قبل بثلاث أو أربع ساعات، والكافيين بعد الساعة 5 انسيه. وفيك كمان قبل النوم تاخدي الزهورات وتاخدي شاور، هيك بيرخوا عضلات جسمك وبتنامي بلا ما تتعذبي. أما تالت نقطة والأخيرة وهي محاربة الجوع بوقت السحور. تعود جسمك لـ30 يوم إنك توعي بوقت معين بالليل وتتناول الطعام، فرح تاخد معنا تقريباً من 5 لـ 7 لـ 8 أيام لنرجع نعود جسمنا إنه يوقف هالروتين. فمن الطبيعي إنك توعي بوقت السحور جعانة. كل اللي لازم تعمليه إنك تخففي من الكالوريز اللي عم تاخديهم، مثلاً استبدلي الميل اللي كنت تاخديها على السحور بكاسة لبن، بفواكه، بتمر، بأوت ميل، ممكن بهيك شوي نوتس، ورجعي نامي، وصدقيني تقريباً 6-7 أيام بتكوني تخلصتي من هالعادة. وأكيد من الضروري إنك ترجعي لنظام صحي واللي هو تروي أسناك، غدا سناك، وعشا سناك، وتشربي مي بنهارك، وأكيد تمارس الرياضة تقريباً 3 أو 4 أيام بالأسبوع. أما نصيحة اليوم، أشاير إنه جسمك بحاجة لمي. أولاً رح تحسي إنه بشرتك جافة، عم نحكي عن الوجه، عن الإيدين، وحتى عن الإجرين. تاني إشارة واللي هي dry lips أو شفاه جافة. تالت إشارة وهي تشنج بالعضل out of nowhere. رح تحسي انه ما في انرجي بجسمك، ما الك جلادة تعمل شيء ابدا. واكيد لازم تعرفي لما يطلع عباليك salty snacks، يعني ممكن هيدا الشيء يكون نقص مي بجسمك. واخيرا عيون جافة وزيادة الوزن. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوها واستفدتوا منها. بشوفكن بفيديو جديد، بس ما تنسوا فقسوا على زر الجرس واعملوا لنا سبسكرايب لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروه. باي.